السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولدينا أول خبر في هذه الفقرة. ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مطعم وسط بغداد إلى 4 عاملين توفوا جراء الحادث. أفاد مصدر مطلع بانتشال جثث العمال من تحت أنقاض المطعم المنهار في منطقة الجدرية في العاصمة بغداد. من جهتها ذكرت مصادر صحفية أن هناك مؤشرات تدل على أن تسربا للغاز كان وراء الانفجار الذي أدى لانهيار مبنى المطعم المؤلف من 3 طوابق. من جانبه نفى مالك مطعم ليلى أن يكون انفجار اسطوانة غاز هو ما تسبب بانهيار مبنى المطعم المؤلف من 3 طوابق والذي تسبب بوفاة 4 عاملين تمت انتشال جثثهم كما قلنا قبل قليل. أيضا أكد مالك المطعم خلال لقاء تلفزيوني أنه سبق وأن تعرض للتهديدات من قبل شخص في جهاز المخابرات، أكد عدم انفجار اسطوانات الغاز التي كانت في المطعم. دعونا نشاهد التصريح الذي خرج من مالك مطعم ليلى. أنت مطعمك تعرفه، شنو برأيك؟ ما أعرف، أنا أريد بالعكس أنا واحد يعطيني جواب. أدلة الجنائية الحكومية شو تقول؟ ما حد شوي، انا صراحه غاز غاز غاز. سالت سؤال، كان اكو واحد من الضباط اصلا رزني وقال لي اضربك جامعه، وقلت حد علي، قلت انا الضحيه. ما اعرف ما ادري هي هاي بعد، ولا بسقاط كان مو ضابط للامانه. قناني الغاز هسه موجودات كلهن، يا ريت لو تصورهن، ولا وحده مفجوره وبعدهن مليانات، اردك تشيلهن بيدك. انت عنود يصير عندك هيك ضغط وتفجير باب فولاذ يعبر بعد شارع شبراته، هذا مكان بناء تسليح، الشيش متقطع، انتم شايفين قصف كلكم، يعني مضربين صواريخ من الثمانينات لسه احنا نشوف صواريخ، وين اكو هيك محاب الكامل، كل شيء ماكو. وقناني الغاز كل هالموجودات هذه للتاكيد، للتاكيد كل الموجودات، لا تحبون تشوفوهن يعني سناخذ رخصه من الجوارين لما نيان سلام الله عليهم، ولا واحده مفجوره وكل المليانات. حاليا نهايه الحديث تطلب تحقيق، اريد تحقيق حقيقي، مو انه شفيان شار غاز وطلع قبل، هي مو هيك. خلي واحد يحكي لي علم، البنايه اساسا عندنا هودات، باب السطح بحياتنا مساديه، الطابق الارضي بفتحه 50 في 50، احنا يعني هي باقيه مفتوحه للابد اضافه للدكتات. مشاهدينا الكرام، لنتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشان هذا المقطع. احمد يقول: يعني مشتغلي بين قوسين، زين ذنب هاي العمال شنو؟ وبرقبة منو راحة وجو التراب؟ على مود هالعيشة؟ محمد يقول: مختصر مفيد، ما دفع المالات الفلوس، قعدوا المطعم بالقاع، وتعرفون بيد منو الجادرية. نغم تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، الرجل قوة متمالك نفسه بس كلامه عقلاني وصريح ويريد يعرف شنو السبب. آخر تعليق لدينا من زهراء تقول: خطية بقلبه غصة، بس أكيد أكو فاعل، لو حاط عينه على المطعم، لو أبو المطعم ما دفع المقسوم للجماعة، لو عداوة. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نكمل في باقي الفقرات لدينا في هذه في باقي المقاطع. طبعا كان عندنا اتصال بس انقطع، دعونا ننتقل إلى مقطع آخر في هذه الفقرة. الحكومة في العراق لا تعرف سوى لغة العنف العقلية الأمنية في التعامل مع أي مطلب جماهيري مهما صغر أو كبر سقفه، إن كان خدميا، إن كان لتوفير فرص عمل، إن كان لتغيير جذري، والأهم إن كان لإسقاط النظام. مشاهدينا، تابعنا وشاهدنا قبل قليل كيف تعاملت الحكومة مع، طبعا شاهدنا في السابق كيف تعاملت مع ثوار تشرين. الآن دعونا ننتقل إلى تعامل مع متظاهرين لكن لم يطالبوا بإسقاط النظام، طالبوا بالحصول على فرصهم، فرص العمل. خريجو المعاهد النفطية تظاهروا أمام حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين، هو حق مشروع، للمطالبة بتطبيق قانون تعيينهم مركزيا، حيث أسفر القمع الحكومي عن إصابات بصفوف المتظاهرين جرى نقلهم إلى المستشفيات على أثرها. لنشاهد.
لا تتخذوه يا اخي طلع برا طلع برا. هذا حسين وزبعه دواك الله حسين شنو هذا؟ يخسون وعلي خسون يخسون مشاهدينا الكرام دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع في موقع فيسبوك. عمار يقول نطالب بإقالة علي جبار ممثل شركة نفط ذي قار في حقل الغراف النفطي. تعليق لدينا من علي يقول والله كارثة، فوق ما يطالب بحقه يجي كتلة. تعليق من محمد يقول شوف أبو الواسطة يتعين ويأخذ إجازة ويكمل دراسات ويأخذ سلفة من البنك ويبني بيت ويحصل على كل شيء، بينما زميلة لم يحصل على شيء، لا تعيين لا دراسة لا شيء. هل هذا يرضي الله؟ نتيجة التمييز أفرزت طبقات مرفهة وطبقات مسحوقة. آخر تعليق لدينا من محمد يقول 16 سنة يدرس وسهر ودوام وحر وبرد ومطر، وراها ورا ما يتخرج ينهان وينذل، لا حول ولا قوة إلا بالله. مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. ويانا أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذنا؟ حياك الله أبو علي. حيا الله مثنى حضاري. الله يسلمك، تفضل. والله يا أستاذ العزيز مشاكل العراق ما تخلص. مرة قدام حسين، مرة قدام حسين الله يرحمه، لهذا اليوم ما شفنا الخير ولا شفنا السعادة ولا شفنا الراحة. يعني رب العالمين شلون راح يستقبل العراقيين؟ شلون راح يستقبل العراقيين رب العالمين يعني؟ والكهرباء يومية طافية علينا أبو غريب، متعاونين ويا هذا الغايم النظام عثمان وكل شهر يقطع الكهرباء على مود ياخذ فلوس. منو هذا عثمان؟ منو هذا عثمان؟ عثمان منو؟ عثمان القايم مقام مال أبو غريب، هو يستقبل الكهرباء. قايم مقام أبو، نعم. والله العظيم هو يتحكم، هو قاعد بنعيم. شنو مصلحته؟ شنو مصلحته يتحكم؟ شنو مصلحته يتحكم كهرباء أبو؟ شنو مصلحته يتحكم بكهرباء أبو غريب؟ شنو مستفيد هو من هذا الموضوع؟ كهرباء من يصير 30 بالشهر يقوم يطفي الكهرباء على مود ياخذ فلوس من المولدات. متعامل ويا المولدات وطلال الزوبعي. أنا أحكي لك الواقع. طلال الزوبعي والقايم مقام متعاملين على مود ذنب الفلوس. يعني انت ابو علي، ابو علي حضرتك تقصد انه قائم مقام ابو غريب والنائب طلال الزوبعي يتعمدون بالاتفاق مع اصحاب المولدات انه يقطعون عنكم الكهرباء الحكوميه الوطنيه حتى تشتغل المولدات وهم ياخذون ارباح؟ هذا قصدك؟ هذا اللي تقوله؟ اي ارباح القائم مقام كل شهر يقطع الكهرباء على مود الخاطر اهل المولدات. أنا أحكي لك الواقع، هو وطلال الزوبعي متعاملين سوية. المفروض كم ساعة تجيكم الكهرباء الوطنية؟ مو هاي السوالف. أبو علي. نعم. كم ساعة تجيكم الكهرباء الوطنية المفروض باليوم أو بالشهر؟ عمي ما تجينا الكهرباء، الكهرباء والمي مثل نقاط الحب، شايف نقاط الحب اللي ينزل المسلمين وما ينزل الكفار. طيب إذا أنت تقول أبو علي، إذا أنت دا تقول بأن الكهرباء والمي مدى تجينا، خلينا من المي، دا تقول الكهرباء ماكو، لعد منو اللي دا يقطعها؟ أنت دا تقول ذولا دا يقطعون الكهرباء علينا حتى يستفادون من الوطنية. إحنا دا نتكلم دا نقول هل أكو كهرباء وطنية بالعراق أصلاً؟ اللي يتعامل بالكهرباء هو طلال الزوبعي والقايم مقام. طيب. عثمان عثمان. طيب أبو علي من أبو غريب أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. السيد أبو علي مواطن من قضاء أبو غريب يتهم قائم مقام القضاء ونائب طلال الزوبعي بأنهما مسؤولان عن وبتعمد
قطع الكهرباء عن محافظ عن قضاء أبو غريب، والسبب هو أنهما متفقان بحسب أبو علي من أبو غريب متفقان مع أصحاب المولدات في سبيل الاستفادة المالية من عملية قطع الكهرباء الوطنية واستمرار اعتماد المواطن العراقي بالدفع على المولدات. لكن نقول لأبو علي من أبو غريب، سيد أبو علي، من 2003 لغاية اليوم أنفقت حكومات الاحتلال أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، مديونة لإيران بأكثر من 1,600,000,000 دولار ديون على العراق لإيران بسبب الغاز الذي يشتريه العراق من إيران لتوليد الكهرباء ولا توجد كهرباء. 80 مليار دولار صرفت على قطاع الكهرباء ولا توجد كهرباء في العراق. فسواء اتفق عليكم طلال الزوبعي والقائم مقام أو ما اتفق، أنتم ما راح تجيكم كهرباء وطنية أصلا، يعني حظلون عايشين على المولدات. هذا المختصر. طيب عندنا اتصال ثاني. طيب نكمل مشاهدينا الكرام المقاطع التي لدينا. على مدار سنتين جرح تظاهرات ثورة تشرين ينتظرون من يعالجهم، مقعدون جليسو الفراش، لأن بعضهم أصيب بشلل تام جراء القمع الحكومي. بعد مناشدات وبعد طول انتظار تم تسفير 9 منهم فقط إلى ألمانيا لأجل تلقي العلاج، وخصص مبلغ من المال قالت الحكومة أنه خصص يعادل 3 ملايين يورو لعلاجهم في ألمانيا. إلى الآن الخبر جميل، لكن يا ترى هل تعقلون مشاهدينا الكرام أن يمر موضوع الأموال دون فساد وسرقة في العراق؟ دعونا نكمل القصة. وصل الجرحى إلى ألمانيا وتفاجأوا أن المستشفى الذي تم إرسالهم إليه هو ليس مستشفى لمعالجة الإصابات العصبية أو العضلية أو لمعالجة الشلل أو غيرها من هذه الإصابات، لكن أرسلتهم حكومة الكاظمي إلى مستشفى تأهيلي لكبار السن يختص بالعلاج الطبيعي البسيط وفق ما تتطلبه حالات هؤلاء الكبار، وليس مخصصا لإجراء العمليات الجراحية أو الإصابات كالتي تعرض لها المتظاهرون. المشكلة أن المتظاهرين المتواجدين في هذه المستشفى يكلفهم البقاء المال يوميا، وهم مصابون ولا يملكون سوى 30 يوما فقط قبل انتهاء تأشيرة دخولهم وعودتهم إلى العراق دون أن يحصلوا على العلاج المناسب. المصيبة أيضا في هذا الخبر أن الجرحى منذ أيام وهم يتواصلون مع مستشاري مصطفى الكاظمي، مع وزارة الصحة، السفير العراقي في ألمانيا، مع بعض النواب وبعض المسؤولين، لكن لا يوجد جواب أو حل لهذه المشكلة. أين ذهبت هذه الأموال ولماذا لم يرسلوا إلى مكان متخصص لمعالجتهم؟ دعونا نستمع. تحديدا في المستشفى في برلين طلعت المستشفى عبارة عن علاج طبيعي أو علاج فيزيائي، يعني أي تدخل جراحي ما بيها، وأكثر شيء بيها كبار السن. فشخصوا كل من حالته وقالوا بالنسبة لحالتك يراد لك عمليات تقرحات. هنا المستشفى ما بيها لا عمليات تقرحات ولا عمليات تجميل، فقالوا لازم نقل غير المستشفى. فالمستشفى هاي دزت طلب لغير عدة مستشفيات وطلعوا عروض بالعلاج وما أدري شنو، فقالوا عاد نحاولوا نحول للمبلغ وياه. بعدين جانا خبر بأنه ما يصير تحولنا هاي المستشفى إلا موافقة من وزارة الصحة. يا بما لها علاقة وزارة الصحة، شو لها علاقة السالفة هنا؟ بعد احنا وصلنا لألمانيا والسالفة من المستشفى هنا تقدر تحولنا لملكة من العلاج، هالدور أرجع لها، هم راح يبعثوني. فقالوا لا إلا موافقة من وزارة الصحة. رحنا للسفارة العراقية اللي موجودة بألمانيا وتسوينا كتاب وسوينا مطالعة وحولنا لوزارة الصحة. وزارة الصحة هاي صار شهر ونص دزينا وصل لها الكتاب، ويوميا نخابر كل شمك، اريد واحد يرد علينا همات ما حد يرد. يعني احنا هنا قعدنا لا هابوب ولا دابوب، اريد نعرف شنو، ماكو واحد مسؤول علينا حتى نتجنا عليه. قات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. ابتهال تقول يعني حتى بمرض الناس تتلاعبون، مسوين عمل لوجه الله على أساس حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، ما تسوون عمل لوجه الله.
ثانك يقول ثانك لورد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى بهاي تاجرتوا، يعني ضحك على الذقون. عمر يقول حسبي الله ونعم الوكيل. إلى هنا هم وصل الفساد والبوق. وآخر تعليق من حيدر يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حتى بالخارج تبوقون براس العراقيين وتدزوهم لأردى المستشفيات. كرار من الناصرية، تفضل يا كرار. نعم استاذ، اولا تحية لك لقناة قناة جمهور راقدين فضائي، حياك الله. بالنسبة للموضوع اللي جرح اللي جرح تشرين اللي طلعوا، أي. كل علاج ما حصلوا طبعا، وهم هذا الشيء يعني صحيح، احنا هاي حكومة الكرمي اللي يجت على حساب هي حكومة الشيرينيين الكرمي، لا تشريني ولا جاب تشرين ولا احنا الاتحاد كلها موجودة. من يوم رشحه والكاظمي واللي وياك شفتوا من اللي فات بالساحات، اي الكاظمي يمكن جاب الاصوات قليله اذا فيديوهاتها كلها موجوده ومهرشفه، ما جاب يعني ما حد اختار من الساحه. وبالاضافه الى الكاظمي حكومه الكاظمي طالعين بدالغه جديده، هسه شو يسوي؟ اي حزب جاي ينشا جديد شو يسوي؟ يحطون ايدهم عليه، يا بس تعال احنا ندعمك في الفلوس، نجعلنا تسجل لك الحزب، نسجل لك مثل ما عشان التسهيلات المالية أو التسهيلات السياسية احنا راح نسوي لك اياها، بس انت شنو تابع لي؟ وأي واقع احنا تبت اللي بعض من الناشطين تعرضوا لتهديد ولا مثل ما تقول اغتيالات اللي صفوهم، اكو بيهم اللي ذول اللي تهددوا طلعوا وين؟ يعني كردستان وخاجرة، كل همي أي واحد يعني يروح كردستان هذا الكلام اللي بيقولوا له هو مش طيب. انا هاي انا بس اريد ندخل بموضوعنا اليوم بالملف اللي حضرتك تتكلم عليه او مشارك حتى تعلق عليه، اللي هو قضيه جرح التظاهرات. اليوم الحكومه بهذا الملف لما نشوف انه ارسلت 9 مصابين فقط، يعني رقم قليل جدا بناء على الاعداد الضخمه من المصابين من اللي اصيبوا بعوق دائم، اللي يقدر عددهم باكثر من 5000 مصاب بعوق دائم من جرحى ثورة تشرين اللي عددهم أكثر من 30,000، أرسلت 9 خصصت لهم 3 ملايين يورو. المفروض هذا المبلغ جيد نظريا لمعالجة هذه الإصابات، لكن تفاجأوا أن هم أرسلوا إلى مستشفى لمعالجة العجزة كبار السن، إعادة تأهيلهم، لا مخصص لعمليات جراحية، لا مخصص لهذا النوع من الإصابات، ويطالبون بنقلهم إلى مكان آخر، ما حد يجاوبهم من الحكومة من وزارة الصحة. يعني شنو دازيهم رحلة يتونسون، دازيهم نزهة إلى ألمانيا؟ شنو هذا التصرف؟ شنو الإدارة لهذا الموضوع؟ حكومة الكاظمي اللي طلعوا على أساس يداومون، يعني هسه شوف أبسط مثال، هم طالعين لقوا المستشفى شنو؟ خاصين عليهم ثلاث مبالغ ضائلة، وهم طالعين الى مستشفى اللي لقوه كبار السن يتعالجون به وقلت علاج طبيعي فقط، زين ليش انتم طلعتوا على عمليات تجميل وعلى موت هذا اللي مصاب وضرر عنده 50% واكثر من 50%، ليش ما وين الفلوس اللي صفت؟ وين مو لازم تكون تحقيق بالنهايه؟ هاي تعتبر عمليه سرقه كبرى للشعب العراقي واموال وغدر المال العام، يعني هذا الشيء يعني ما يجوز، يعني هذه الحكومه من يحاسبهم ذولي؟ ما يحاسبوا اللي هم بيناتهم نعم. اللي تقاسموا واللي باقي الشعب يعني هاي نعم. يعني اللي طلعوهم وما طلعوهم يعني ما هالشيء، يعني هم طالعين وراحوا المستشفى اللي هو المستشفى غير مستشفى. يعني بالمختصر يا كرار، انت برايك هاي الفلوس اللي خصصت للجرحى بناء على طريقه التعامل راحت بالفساد؟ اي اكيد بالفساد راحت، يعني هي خلي مبلغ مخصص، هذا المبلغ اللي ما اللي راح للمستشفى لقوه مال كبار السن ولقوهم لا طيب. اذا نعم، انا اشكر حضرتك يا كرار، كنت معنا من الناصريه. دعونا ننتقل مشاهدينا الكرام الى المقطع الرابع لدينا في هذه الفقره، طبعا حقيقه هي مجموعه من المقاطع، الموضوع يتعلق بصراع المناصب والنفوذ وتحديدا مناصب المحافظين في محافظات عراقية مختلفة. نبدأ من محافظة بابل. أقال رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي محافظ بابل حسن منديل من مهام تسيير شؤون المحافظة، وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه لمقتضيات المصلحة العامة ولضمان سير العمل تقرر إعفاء حسن منديل من مهام تسيير شؤون محافظة بابل والاستمرار بمهامه كنائب للمحافظ. منديل طبعا معروف عنه بالأوساط العراقية بحسب أيضا الناشطين أنه مقرب من عمار الحكيم
لكن منديل حسن منديل لم يودع منصب محافظ بابل بطريقة سلمية، بل وجه من يتبعه وقوات أمنية بأمره، وجههم للاعتداء على مجموعة من المتظاهرين المرحبين بقرار إقالته والمطالبين بمحاكمته على فساده. لنشاهد. مرتزقة محافظة بابل، القوات اللاأمنية يعتدون على المواطنين بالشوارع، زعلانين لأن طلع المحافظ مالتهم. هذا أحد المستوطنين اللي ضربوه، يتجاوزون هاي القوات اللاعمية، يشوفوهم ضربوا المواطنين. الناس محتفلة، العالم محتفلة بخروج محافظ بابل. هاي يتجاوزون على العالم، زلم ونسوان وقفوهم بالشارع ويتجاوزون على الناس، يدافعون عن المحافظ الساقط. هذا شوفوه يسحب سلاح على العالم، هذا يسحب سلاح على العالم، هذا الضابط شوفوه بسلاحه. مشاهدينا الكرام، نكمل بهذا الموضوع. دعونا الآن ننتقل إلى مقطع آخر. هذه الفوضى والصراع الحزبي على المناصب لم يكن فقط في محافظة بابل، محافظة صلاح الدين أيضا تعيش صراعا مستعرا بين عمار جبر واسماعيل خضير هلوب. هذان الشخصان يتصارعان على الظفر بالمنصب، منصب المحافظ. أظهر مقطع مصور يبين توبيخ عمار جبر المقال من قبل الحكومة، توبيخ عمار جبر للقوة التي استعان بها اسماعيل خضير هلوب المكلف الجديد خلال السيطرة على مبنى مجلس المحافظة، ومنع عمار جبر من الدخول. رفض عمار جبر تسليم إدارة المحافظة للمحافظ الجديد على الرغم من وجود قرار رسمي من الحكومة ومجلس النواب بإقالته من المنصب. دعونا نستمع إلى عمار جبر وهو يوبخ العناصر الأمنية بشأن منعه من دخول مبنى مجلس المحافظة. استحوني ما تقولون، يعني منو صدركم من أوامر؟ منو قال لكم محافظ طلع؟ منو قال لكم محافظ جاهية؟ ياكم قدرة دولة وقوانين ومحكمة، ترجع أكثر واحد متبلد. دولة ومحكمة وقوانين، ترجع أكبر واحد، واللي سمعته هذا الحديث. طبعا عمار جبر تحدث بهذا الأسلوب، فخرج هلوب برد. المتصارعان بهذا الموضوع لم يصلا فقط إلى هذه النقطة، بل أصدر كل منهما تعليمات تقضي بتعامل دوائر الدولة بعدم التعامل مع الآخر. محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر أصدر وثيقة رسمية، هو مقال لكنه أصدر وثيقة رسمية لإنهاء تكليف نائبه الفني عمار حكمت من مهام محافظ صلاح الدين وكالة، وإعادة تنصيب نفسه محافظا. تخيلوا القانون هذا اللي يتكلم به عمار جبر قبل شوية كيف يعمل في العراق. هو تم إقالته فرفض الإقالة وخرج بوثيقة يعين نفسه محافظا مرة ثانية. في المقابل أصدر المحافظ المكلف الجديد إسماعيل خضير هلوب الذي جاء محافظا بقرار من مصطفى الكاظمي، أصدر قرارات إدارية جديدة تضمنت عدم التعامل مع عمار جبر المقال لكون المحافظ وكالة بموجب القانون هو إسماعيل خضير هلوب. في سابقة جديدة وغريبة في العراق، ليست غريبة في العراق، سابقة جديدة نراها الآن على الساحة. دعونا نشاهد الكتاب الذي أصدره هلوب في محافظة صلاح الدين المكلف الجديد إسماعيل، طبعا لمقتضيات المصلحة العامة وهذه القرارات يمنع التعامل مع عمار جبر. وهذا الكتاب أيضا عمار جبر أصدره ينهي به تكليف عمار حكمت المحافظ بالوكالة،
ويباشر هو. يعني بس تخيلوا، تخيلوا الكتاب. نرجع شوية، تخيلوا الكتاب مشاهدين الكرام، هو الذي أصدره، هو الذي أصدر هذا الكتاب. يقول: مباشرة الدكتور المهندس عمار جبر خليل الجبوري محافظ صلاح الدين بمهامه، وهو الذي وقع الكتاب، عين نفسه بنفسه. دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع، ويتحدثون عن القانون. حميد يقول: هسه كل المدارس تشتغل دوامين صباحي ومسائي، شكوا بيها؟ شكوا بيها إذا اشتغلتوا دوامين، كل محافظ يكمل دوامه يصيح للآخر يلي بعده، وبهاي الحالة راح تنظفون المحافظة. أخاف باقي شي بيها، وهو يقصد تنظيف من نوع آخر. ياسين يقول: أقترح على مد فك الازدحام يوم فردي ويوم زوجي. العراقيون يتهكمون طبعا بطبيعة الحال، لأن الذي يحدث مسخرة. باقر يقول: المناصب بالعراق على قد فلوسك، إذا خلصن تنشمر برا. وكرار يقول: كون تتعاركون هيك على خدمة المحافظة كان إحنا بخير. نستمع إلى السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا أستاذ محمد، أشوف ظواهر الأمور تنذر بشر مستطير. نعم. يعني جاي أشوف البلد سبسة عمياء من خلال الطبقة السياسية اللي تعتبر جمال. يعني من ذاك من بعد 2003 لحد هذا اليوم احنا من أزمة إلى أزمة. وآخر أزمة هي هذه مع المحافظين، يعني محافظ بابي محافظ صلاح الدين. أي. يعني ما موجود بأي في بلد، حتى بلد يعني شو مش ما تقول بلد مو متطور ما تصير به شيء. لكن هو احنا لا اكو قضاء. اللي هي المشاكل انت جاي تشوف هسه اليوم صلاح الدين، يعني انا اللي اتخوف من عند يا ال محمد لانه راح يثيرون فتنه بين الفصائل والعشائر، وهذه اعتقد هي البدايه لاعاده الاعراق لل يعني المشاكل الله يكفينا شرها، لكنه نوع هذه الامور مثل ما قلت لك يعني خطرت على المجتمع. فدورنا كل ما بيت حلقه يتجهون الى خلق مشكله بين المجتمع العراقي، فهذا هو فعلهم وهذا هو ديدنهم. يعني بس سيد عبد الرزاق، شوف حضرتك، هذا كرار ابراهيم احد الناشطين في موقع فيسبوك علق على هذا الصراع الموجود بين محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر والمكلف الجديد اسماعيل هلوب، يقول: كون تتعاركون هيك على خدمة المحافظة كان احنا بخير. برأيك ليش ما يتعاركون هيك على خدمة المحافظة؟ ليش ما نلقى كل محافظة ينافس المحافظة القريبة منه او محافظات اخرى في سبيل اظهار محافظته بالوجه الامثل؟ ليش اليوم احنا نباوع بدول قريبة من عندنا ومحيطة؟ من يسافر العراقي يروح يشوف محافظة احلى من الثانية، ويشوف نظافة بالشوارع وتنافس ما بين المحافظين حتى يرسمون أفضل صورة لهذه المحافظة، وحتى إذا يريد يصعد يصير وزير، يصير رئيس جمهورية، رئيس وزراء، يصير بكفاءة، يصير بذراعة، يصير محقق شيء في محافظته. ليش الجماعة العركة مالتهم بس على المناصب؟ محمد، أنت مثل ما تعرف النظام السياسي اللي تشكل بعد بناء على اسس خاطئ وهو المحافظه. النظام المحافظي ما يفكر بالمجتمع، يفكر بالمواطن، ما يفكر مصالحه ومصالح الجماعه الشعبيه. فهذا اللي صار بياتهم، اما يفكرون بتقديم الخيارات للمفضله للبلد، هذه مسألة، لانه هم اجوا على هذا الاساس هو نظام المحافظه. نعم، محافظة أستاذ محمد هو اللي يدمر البلد. ويعني شوف يعني مع كل الأسف يعني كل شيء موجود طبقة سياسية. نعم. تحياتي لك أستاذ محمد. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، أشكر حضرتك. دعونا نكمل الآن مشاهدينا الكرام في هذه الفقرات المتتالية من المقاطع التي نعرضها. طبعا خدمة أنت ترى
خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم مشاهدينا الكرام، أرقام بإمكانكم أن ترسلوا لنا من خلالها ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من مقاطع توثيقكم لمواضيع معينة، لأحداث معينة، إن كانت هناك وثائق، إن كانت هناك مقاطع مصورة حصرية أو غير حصرية، بغض النظر من صورها، لكن الفكرة بأن هناك حدث معين مهم خطير ترغبون بإيصاله لنا، لا يوجد من يسمعكم، ترغبون بعرض مقاطعكم عن طريق شاشتنا، كل ما يتعلق بالشأن العراقي وأوضاع العراقيين، هذه الخدمة خدمة أنت ترى تقدمها القناة لحضراتكم، مجرد رقم موجود أرسلوا عن طريق كل ما لديكم. وردنا ضمن المقاطع التي تأتي عن طريق أنت ترى مجموعة من الحقوقيين في ناحية السدة شمال محافظة بابل، أعلنوا عن تشكيل حراك قانوني للتحقيق بمشاريع ناحية سدة الهندية وكشف المتورطين بملفات الفساد فيها. أكد الحقوقيون أن مجموعة من محامي وناشطي ناحية سدة الهندية أعلنوا عن تشكيل حراك قانوني لمتابعة ملفات المشاريع وهدر المال العام الذي تعرضت له غالبية مشاريع الخدمات في الناحية، فضلا عن كشف المتورطين بملفات الفساد من المسؤولين. أشار المتطوعون إلى أن الحراك القانوني سيبدأ برفع دعاوى قضائية في المحاكم المختصة لفتح تحقيق موسع بشأن المشاريع المتلكئة والمشاريع التي كان من المفترض أن تنفذ في الناحية لكنها أحيلت إلى أماكن أخرى تلبية لرغبات مسؤولين من خارج الناحية. دعونا نستمع لهم. نحن محامي السدة وندعو إلى تشكيل تجمع من أهالي السدة يأخذ على عاتقه المطالبة بكافة حقوق الناحية والوقوف بوجه كل من يحاول التلاعب بأموال الناحية. احنا مجموعة محامين السدة وقفنا على الهدر الموجود والفساد الموجود، تخصص مليارات للسدة، يعني بسنة 2021 تقريبا 8 مليار بالسدة بيها رايح لغير السدة وبيها ما موجود أصلاً، راجع للمحافظة أو ما نعرف وين. وقفتنا اليوم المطالبة بحقوق أهالي السدة المسلوبة من خدمات، من مشاريع، من أموال ما نعرف وين، يعني 5 مليارات، هاي 5 مليارات رجعت للمحافظة ما نعرف مصيرها شنو، يا ترى ترجع للناحية، إيش وقت ترجع، شنو المبتغى انه رجعت 5 مليارات للمحافظه والناحيه بحاجه الى مستشفى. مشاهدينا الكرام، دعونا الان ننتقل الى الموضوع الاخر لدينا ايضا ضمن الفقرات، وهو فقره الهاشتاج. تواصل الحكومه تجاهل اصوات خريجي المجموعه الطبيه على الرغم من حراكهم المطالب بتطبيق القانون المتعلق بتعيينهم مركزيا في ظل حاجة البلد لخدماتهم كما يقول الخريجون. الخريجون أيضا لوحوا بالنزول بتظاهرة حاشدة أمام وزارة المالية يوم الأحد القادم للضغط عليها لإصدار استثناء بتعيينهم دون انتظار إقرار الموازنة التي تتذرع الوزارة ومن خلفها بتحميلها بسبب عدم تعيينهم لعدم إقرار الموازنة. اخترنا لحضراتكم مجموعة من التغريدات مع وسم مظاهرات خريجي الصحة قادمة، دعونا نقرأها لحضراتكم. محمد تقي يقول: الحقوق تؤخذ ولا تعطى، نطالب بتنفيذ قانون رقم 6 لسنة 2000 للتعيين المركزي فورا وإصدار أمر مباشر أو مباشرة الخريجين، نطالب منذ أشهر بهدوء لكن يبدو أن حكومتنا تريد أكثر من ذلك، والأحد لنظره لقريب أمام المالية وأي معرقل آخر. تغريدة من إبراهيم يقول: الوضع الصحي تعبان بالعراق، على الرغم من أننا مشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 بالتعيين المركزي، صار لنا أكثر من سنة قاعدين بسبب الخلافات السياسية، ماكو شخص فكر بهالشريحة المهمة. لدينا تغريدة من زينب تقول: حيصير لنا سنة من متخرجين وإحنا مجموعة طبية وصحية، المفروض ما نبقى بدون تعيين، هل قد؟ لأن مهنتنا تعتمد على التدريب والعمل المستمر لاكتساب الخبرة، أرواح الناس تعتمد علينا والمستشفيات محتاجتنا، عينونا. آخر تغريدة لدينا من هدى تقول: مناشدة أخوية إلى كافة القنوات العراقية الكريمة، نطالبكم أن توصلون صوتنا وحقنا للجهات المعنية،
نريد تعيين، وهذا حقنا، وإحنا تعييننا مركزي. ليش هذا التأخير والظلم؟ أن نريد نفرح نفرح أهلنا بالتعيين أوف طويلة. وأيضا يعني أشارت لي صفحة قناة الرافدين الفضائية في موقع تويتر مشاهدينا الكرام، هو ظاهر أمام حضراتكم الآن @الرافدين_TV موجود في موقع تويتر، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا في موقع تويتر الإعجاب بالصفحة، متابعة أخبار قناة الرافدين وإيصال ما لديكم من خلالها. مشاهدينا الكرام، هذه مناشدة تأتينا مع كثير من المناشدات الأخرى. قناة الرافدين تفتح أبوابها، كل مواقع التواصل الاجتماعي، موقعها الإلكتروني، الأرقام الموجودة، أرجو من حضرات الأخوة إظهارها على الشاشة، الأرقام الموجودة التي تظهر أمامكم الآن، خدمة الواتساب، بإمكانكم أن تتواصلوا مع قناة الرافدين، توصلوا رسائلكم، أصواتكم في برنامج صوتكم وفي غيرها من البرامج الأخرى التفاعلية التي لدينا. تواصلوا لإيصال ما لديكم. نحن إن شاء الله نقف مع العراقيين منذ البداية ولا نزال. هذه القضايا تعرض دائما وباستمرار في قناة الرافدين، أبوابنا مفتوحة وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا دون حرج أو خوف. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج صوتكم. بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب المتواجدة مع آخر رقم كما يظهر أمام حضراتكم لإرسال ما لديكم. أحد الأخوة حقيقة أرسل رسالة يقول: السلام عليكم، أرجوك أستاذ محمد، أريد أعرف موعد تقديم برنامج أنت ترى بتوقيت باريس. أخي الكريم أو أختي العزيزة، أنت ترى ليس برنامج، هي خدمة لاستقبال الرسائل، المقاطع المصورة أو صور اللي عرضناها قبل لحظات. أنت ترى فيها أرقام، هذه الأرقام تتاح لكم، سجلوها في هواتفكم وارسلوا لنا عن طريقها ما لديكم، مقاطع مصورة، صورة، وثيقة، فمعلومة معينة أنتم موثقيها بالهاتف، صورتوها تريدون ترسلوها لنا، فيها معلومات خطيرة، فيها معلومات حصرية، فيها مقاطع وثقتوها لأحداث، لشخصيات، لموقف معين يتعلق بالوضع طبعا بالعراق، تفضلوا ورسلوها لنا عن طريق هذه الخدمة. هو مو برنامج، هي خدمة تقدمها القناة حتى تمكنكم من إرسال ما لديكم. أسامة من كركوك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف استاذ، حياك الله، اهلا وسهلا استاذ عمر. الحلقه بتكون عنوانها شنو؟ طيب اولا وياك محمد. انا اسمي محمد العفو. الله يسلمك ولا يهمك. اليوم عندنا مواضيع مختلفه، عندنا مواضيع تتعلق بصراع المناصب اللي دا يصير بمحافظات عراقيه صلاح الدين وباب الاكو، عندنا ملف الاعتداء على المتظاهرين الخريجين من معاهد النفط في ذي قار، عندنا ملف متعلق بالتفجير اللي صار اللي نسف مطعم ليلى في منطقة الجادرية ببغداد. الحكومة تقول أنا أبيب غاز، أبو المطعم يقول لا مو أنا أبيب غاز، يشير إلى فعل فاعل. وعندنا أيضا ضمن الملفات
ملف يتعلق بالجرحى، جرحى التظاهرات اللي تم إرسالهم إلى ألمانيا على أساس يتعالجون، دازيهم المركز إعادة تأهيل كبار السن. أنت بكيفك وين تريد تعلق؟ تعلق على قضية الصراع السياسي؟ محمد الصراع السياسي. طيب. بالنسبة للتأثير هذا من اللي احنا وراها. وبالنسبة للصراع السياسي اليوم محافظ صلاح الدين المقام يدخل على المحافظة عنوان. نعم. ليش هذي القصة؟ محافظ يقيدونه يروح يبقى مسكي هنا والله احنا وين عايشين. نعم. يعني متكلمين على المناصب وعلى الفلوس هلكم من الشباب. والشعب العراقي المقبول راح مثل ما يقول وطي. نعم. ومرضى عليكم ورحمة الله وليك. سيد أسامة لا خليك وياي شوف أني أنت تشوف تشوف القناة على الشاشة. ما عندنا كهرباء حتى أشوف الله. الله يعينكم الله يعينكم. يعني أنا هسه أعرض كتاب للمشاهدين الكرام، شخصين إسماعيل هلوب وعمار جبر، شخصين واحد حكومة أقالته والثاني الحكومة عينته، ما حد يقبل بالوضع، ما حد منهم دا يقبل بالوضع. إسماعيل هلوب يطلع بكتاب يقول ممنوع التعامل مع المحافظ المقال عمار جبر، يطلع عمار جبر يقول لا الوكيل مالتي مقال، هذا اللي هو المحافظ بالوكالة اللي هو عمار حكمت، مقال من إنهاء تكليفه ويعين نفسه. أنت شايف واحد يعين نفسه؟ يعني إحنا نعرف إنه الحكومة تتعين بالانتخاب أو تنتخب، البرلماني ينتخب، المحافظ يتم اختياره بالتوافق الحكومي أو غيرها بحسب آلية الدولة، لكن شايف واحد يعين نفسه يصدر كتاب يقول أنا أريد أعين نفسي محافظ اليوم؟ وين صايرة هاي القضية؟ وين شايفها أنت قبل؟ أستاذ محمد هاي صايرة بالعراق، أنت كل شيء تستغرب بالعراق، يعني إحنا يدرون المشاهدين كلهم، إحنا عندنا بالعراق السياسيين والمسؤولين يجون عن طريقين، عن طريق الصدفة وعن طريق التزوير، هي اللي يحليه في العراق، مثل ما هو الحال في سنجان، قايل مقام بين اثنين، قايل مقام نحسب على شمال العراق، قايل مقام نحسب على هي هاي العراق، يعني كل شخص متكلمين طبعا مو خدمة الناس للسيخات بس. طيب شكرا شكرا سيد أسامة من كركوك، ويانا هشام من بابل، تفضل يا هشام. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي كل معاناتنا احنا هنا بالعراق منذ 2003 بسبب الجماعات الى ايران الله وكذا كل هالسرقات التي قام فيها الميليشيات وعلى راسها ميليشيات السلام حاول قبلها الجيش المهدي. يعني هل احنا نذكر ماذا فعل بها الجيش المهدي؟ هل هي بس السرقات؟ يا اخوي الجيش المهدي ارتكب بحق القضاه الجنوبيه والوسط، يعني والله ان لا يحسن عليه، وبعده سرايا السلام. يا أخي هذه ميليشيات إرهابية هي وقادتها السراق والمنافقين النبضة هؤلاء تلك الميليشيات تلك الجماعات الإرهابية ها، وعلى رأسها ميليشيات سرايا السلام والحج الشعبي وكف طائفي أنصري أجابوه ودعوه مع هذه الميليشيات. ذولا اللي دا تتفضل دا تهاجمهم من ميليشيات من أحزاب، كيف يمكن أن تبنى الدولة في زمنهم؟ شلون ممكن العراق ينبني والعراق به سلاح خارج إطار القانون بأحزاب كلمتها أقوى من كلمة الدولة، بها اليوم واحد مثل مقتدى الصدر يطلع يقول يا فلان استقيل، مسؤول نائب وزير كذا فيستقيل الوزير، طيب وين الآليات القانونية؟ يطلع يقول أعاقب فلان بالاعتكاف داخل بيته، طبعا مو بس مقتدى الصدر، هاي النظام الأحزاب الموجودة، أعاقب فلان أن يروح يعتكف ببيته، هو بايق نص العراق يروح يعتكف ببيته حتى يكفر عن ذنوبه، شلون ده يمشي العراق؟ أخوي العراق ما ينبني في ظل هذه سراق المنافقين وعلى رأسها ميليشيات الزنديق ابن الزنديق. لا شكرا 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 شكرا. ما نقبل بأي تجاوز لفظي.
لو سمحتم مشاهدينا الكرام، الأخوة اللي عندهم يعني فورة وأعصاب وكذا، أنه يلتزم بأدبيات الحوار. بالنهاية المكان هنا مو مكان للسب والشتم والقذف، المكان هنا مخصص للتعبير عن آرائكم، إيصال أصواتكم بخصوص معاناتكم أو عندكم مشاكل، أو ربما من لديكم يريد ينتقد واقع الحال، يريد ينتقد شخص، سياساته، تصرفات حزب. نعم، لكن التجاوز بهذه الطريقة الموضوع مرفوض تماما. أرجو الالتزام بأدبيات الحوار. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله. إلى اللقاء.